نوضح الى متابعين ومشاهدين الحوار، العمل اللي جاي يجرى حاليا ما بين احنا نشاهد معدات ثقيله، نشاهد شيشه تسليح، هذه الاعمال ممكن نعرج بها الى متابعين الحوار. Just for the tunnel project it consists of 10 هذا يتكون من 10 قطع، 13 قطع، وحاليا نشتغل بها هنا. وكل قطعه من هذين العشره متكونه من 6 عناصر. وكل عنصر من ذني متكون من جزئين، جزء سفلي القاعدة السفلية، ثم الجزء الثاني هو الجدار والسقف. لحد هسه صبينا 15 قاعدة وخمس جدار وسقف. وفي الوقت الحالي والراهن دا نشتغل على القطع الباقية، وبنفس الوقت حاليا دا نحسن من نوع التربة المتواجدة من أجل منطقة القطع ومدخل النفق ومخرجه من الجهه الاخرى. بالنسبه الى هذه القطع مجموعها 60 قطعه راح تكون، والعشره اللي تغمر تحت مياه البحر. نقول بالنسبه لهذه القطع راح تخلص الى نهايه السنه هذه، وبعدها بالسنه الجايه سنه 2024 بشهر الخامس والسادس والسابع راح نبدي باعمال الغمر. هذه القطعة يعني بشكل عام تسمى قطعة، يعني هسه اللي خلفنا اللي جاهز هذه تسمى قطعة ولا أجزاء من القطعة؟ جزء من القطعة اللي هي متكونة من 6، فهذه واحدة من 6، جزء من 10 قطع. Thank you.